صندوق النظافة يشتغل الآن نوبتين، نوبة الصباح ونوبة بعد الظهر إلى الساعة 8 بعد المغرب، ولكن رغم ذلك نبكر الصباح والقمامة المقدسة نتيجة زي ما قلنا تكدس القمامة بسبب عدم وجود إمكانيات كبيرة للصندوق. والمستشفى مليانة مرضها من هذا الوباء اللي قالنا ولا ندري ما هو المرض هذا، الكوليرا مليان بالمستشفى، هل منهم يعني توفوا 3 يمكن النساء اللي ماتين. قمامة قد تؤثر سلبا على المواطنين من حيث انتشار وباء الكوليرا وكذلك الأوبئة الأخرى ومنها حمى الضنك وغيرها والملاريا وغيرها، فهذه الأوبئة تؤثر بشكل كبير جدا على المرضى كما تؤثر على المستشفيات في الضغط من زيادة الحالات المتوافدة على المستشفى في ظل نقص الإمكانيات الموجودة لدينا